بيحرجنا يعني. معايا حد كمان من الناس اللي هي كانت ملازمه ليه او بتروح له باستمرار ومتواصله معاه على طول، كابتن محمد عامر. يعني البقاء لله كابتن محمد عامر. ده كابتن سيد، البقاء لله، ويعني انا بعزيك وبعزي كابتن شريف وكابتن ابراهيم عبد الصمد وكابتن حماده صبحي، بعزي جمهور النادي الاهلي كله على واحد كان يعني رمز من رموز الكوره في مصر كلها مش في النادي الاهلي، يعني رمز للاخلاق، رمز للطيبه. يعني انا واحد من الناس لما جيت من كفر الشيخ يعني ما كنتش بسيبه بصراحه، لانه انسان يعني تحب تقعد معاه، تحب تسمع كلامه. احنا كلنا كلعيبه، وانا بقول للعيبه والناس اللي قدامك دي استفدنا منه، كان احرف لعيب في مصر كلها، كنا بنحب نتفرج عليه، كنا بنحب ان هو دايما يبقى في موجود في الملعب، لانه هو كان يعني حاجه يعني بتحلل الاداء النادي الاهلي. كان طفت الحميد لما كان يبقى موجود في الملعب، كان بيبقى يعني عارف الكريزه اللي هي بتحل اداء النادي الاهلي، كان يعني بصراحه رمز للاخلاق والطيبه وكل حاجه كانت حلوه فيه بصراحه. يعني كابتن طفت الحليم يعني احنا لدناه في الفتره الاخيره، وهو مرض، ويعني بصراحه يعني الف رحمه عليه، والله ربنا يجعل مثواه الجنه. مطلوب مننا احنا في كل صلاه ندعو له بالرحمه والمغفره، عشان ان شاء الله هو راح عند احسن مننا، وان شاء الله ربنا يخافنا بيه في الجنه ان شاء الله وفي اعلى يا رب. طب حضرتك عرفت الخبر ازاي؟ يعني يمكن احنا عارفين من زمايلنا في الاعداد. حضرتك انتوا قاعدين بتتكلموا على شطه دوت، يعني راجل من الناس اللي فيه الخير بشكل كبير جدا، حتى لما بعيد عن اي شيء او بعيد عن صوت وضع الحديد، دايما كنا نكلم بعض، ده فلان ما تشتغلش، ده خده معاك، ده فلان يعني حاسس بالناس اللي حواليه، وكان حاسس اكتر بكابتن شطه. طب خليني اقول لك، هو معانا على التليفون، يعني خليني برضه ارحب بيه واقول له البقاء لله كابتن شطه. كابتن سيد، الله يرحمه ويحسن اليه، والله ربنا فينا ان شاء الله، ربنا كده يعني يجازيه كل خير باذن الله. الله يخليك كابتن شطه. يمكن احنا طبعا كابتن صفوت واحد من الرموز وكباتننا واساتذتنا والناس اللي هي اثرت كبيره بشكل كبير جدا على المستوى الفني في الكوره في مصر، وواحد من أساطرة الكرة، المايسترو الصغير، واحد من الناس اللي كمان على المستوى الإنساني يعني ما تلاقيش فيه خلاف، ما تلاقيش فيه حاجة مش سليمة، أو قلبه أبيض جدا 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 مع كابتن صفوت. لكن خلينا أشكرك أنت تحديدا بقى، يمكن الكباتن كابتن إبراهيم عبد الصمد وكابتن شريف عبد المنعم وكابتن حماد الصدقي أثنوا على حضرتك في الدور فعال جدا، بتفتقدوا الإنسانية، مش بتفتقدوا ده واجب ناس كتير، ده واجب علينا كلنا، احنا كلنا مع بعض والله، بنشيل بعض وكلنا بنواسي بعض، وكلنا دايما بنتقابل ونسال عن بعض حقيقه، يعني في ترابط بيننا كلنا. حتى انا بلغت مختار وبلغت محمد عامر، والخطيب بلغني اول واحد عرف، فرحت بقى بعت حد على طول راح للبيت عنده وكلمت ابنه وكلمت مراته حقيقه، وعرفت انه العمليه يعني حقيقه ماساويه، يعني كانت في حريقه وكده، وانت عارف شفط يعني الوفاء عن حريق، ها مش وفاء. والله للاسف الشديد انه كان قاعد في الشقه لوحده، وبعد كده انت عارف ما بيتحركش، انا كلمته قلت له يا شفط يا اخي لازم تتحرك، حتى لو تمشي على ايديك ورجليك، افرض اي حاجه حصلت ما حدش معاك في البيت تعرف تفتح باب تتحرك. لكن طبعا انت عارف كان الحقيقه الحاله بتاعته حقيقه صحيه ما كانتش بتساعده، وبعدين يعني حقيقه مرة في ظروف صعبه الفتره اللي فاتت دي، انا من 3 4 ايام مكلمه، كنت هعدي عليه ان شاء الله الاسبوع ده، على يوم الجمعه اللي جاي كنت هعدي عليه، بس طبعا ظروف ما تسمحش الحمد لله. لكن الحقيقه احنا كلنا تاثرنا، لانه حقيقه صفوت ده يعني ما تعرفش قد ايه يعني علاقته بالمجموعه كلها، اول حاجه عمره ما زعل حد، ثانيا كلنا بنحبه ونقعد جنبيه كلنا، ولما كان بيلعب كابتننا كلنا، وحقيقه زي ما قال شريف كان برضه ايه يعني في الملعب زي برضه بيسهل كل حاجه، راجل عنده قدرات فنيه وتمريرات حياه بتبقى يعني ساعدت كتير قوي يعني في 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 فرقه. وبعدين الحقيقه الفتره اللي فاتت دي يعني ظروفه كانت صعبه الحقيقه، وحتى اكثر من مره رحنا له المستشفى، كان لسانه بيتقل شويه كده، كنا بنروح نوديه المستشفى عشان ياخد علاج وكده، الحمد لله
ربنا يعفو عنه يعني ويغفر له ويرحمه. بس عايزين نعرف بكره في الجنازه بكره ولا لا؟ الجنازه بكره. المعلومه اللي عندنا في مسجد السيده نفيسه بعد صلاه الظهر ان شاء الرحمن، والمدفن هيبقى مدافن الغفير. طب كويس، ان انا كنت رايح المشرحه بكره الصبح، لكن لو خلاص الامور دي اتحددت يا كابتن سيد يبقى هننزل اعلان في النادي ان شاء الله، وعن طريقك برضه الناس كلها تعرف، بس نتاكد من المعلومه دي عشان انا سالت بنته دلوقتي بنته ما تعرفش، لكن لسه ما نعرفش حاجه. طيب احنا هنبلغ الناس لحد الحلقه ما تخلص ان شاء الله الرحمن، لو في جديد اكيد هنقول له للناس. عموما النادي الاهلي برضه بعت مندوب هناك عشان تبقى عارف اول. ده واجب طبعا. النادي الاهلي على طول يعني سريعا كده كان حد موجود معاهم هناك، والحقيقه ما تاخرش حد خالص، وخطيب برضه الحقيقه اتحرك بسرعه جدا، ومحمد مرجان الحقيقه مدير عام النادي، كل الناس تحركت يا كابتن سيد بسرعه جدا. النادي الاهلي هيقوم بكل حاجه، حتى لو ان شاء الله لو سبب الظروف كلنا نروح مع بعض هناك في الجنازه باذن الله نكون موجودين باذن الله. الاهلي كمان واخواته وكل قياداته ونجومه يعني بشكرك كابتن شطه. كابتن عامر لو حابب تقول حاجه اخيره. كابتن عامر والله يا كابتن سيد يعني احنا يعني بنفتقد واحد حبيبنا جدا جدا وكان قريب لقلوبنا كلنا، وان شاء الله ربنا هيغفر له بدعائنا وبدعاء الناس الصالحين اللي حواليه، وان شاء الله ربنا يجعل مشوانا الجنه ان شاء الله. احنا في الفتره اللي كانت انا كنت ماسك فيها رئيس قطاع الناشئين يعني برضه هو عانى كتير. صحيح حقيقي رحله كفاح فظيعه مع مرة في شقه في الشروق وراه، ورحنا له انا والخطيب واكرامي، وكان معانا شطه دايما متواصل معانا يعني ما كناش بنسيبه، وكان بيبقى فرحان جدا لما احنا بنروح له. يعني احنا ما كناش كمان في الفتره كنا بنروح له الفتره الصغيره اللي كنا بنقضيها معاه ما كناش بنبقى عايزين نسيبه، لكن يعني 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 والله يعني انا مش قادر اتكلم على كده بصراحه، لان بحبه جدا جدا صفوت، وربنا ان شاء الله يجعل مستوى الجنه يا رب ويغفر له بشرحه. امين يا رب العالمين. شكرا جزيلا كابتن محمد عامر، شكرا جزيلا كابتن شطه.